يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذهبت إلى مكة وعند قبر خديجة رضي الله عنها وأرضاها أتاني رجل فطيبني بالورد، فلما سألته عن هذا قال لي إن خديجة رضي الله عنها كانت تحبه وتتطيب به، وأن من السنة أن تتطيب به عند قبرها أو أن يتطيب به عند قبرها، فهل كلامه هذا صحيح؟ هذا باطل، هذا باطل. خديجة لا تقر أن يتخذ قبرها مكان للتطيب وما أشبه ذلك، هذا كذب عليها، ولا يجوز عمل مثل هذا عند القبور، لا يجوز يطيبون القبور ولا يطيبون الزوار والحاضرين، ما يجوز هذا. كذلك الآن يجيبون الماء عند الدفن ويسقون الناس، هذا ما يجوز، هذا مبدأ شرعي يفتح باب البدع في المستقبل، يجيبون بأس الطعام، يجيبون غدا، يجيبون، ما يجوز هذا عند القبور أبدا، ولا يفتح هذا الباب بحجة أن الناس يعطشون. أيضا اللي عطش هو مربوط يروح يطلع ويشرب، الحمد لله. نعم.